وللحديث أكثر عن تضارب المواقف بين الإدارة الأمريكية والحكومة في بغداد بعد أن صرح الأعرجي بخروج القوات الدولية من العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بك سيد حسين. يعني بعد أن أعلن قاسم الأعرجي انتهاء ما سماه المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من العراق، يخرج المسؤولون عن تلك القوات وينكرون ما صرح به الأعرجي. بداية، كيف تقرأ هذا التضارب في المواقف؟ يعني هو في العراق كل شيء ممكن، يعني المتناقضات كلها مجتمع مرة في آن واحد. يعني هناك انقسام كبير داخل العراق بشأن القوات الأمريكية. هناك من يطالب بخروج القوات الأمريكية، وهناك من يرى فيها ضمان لاستمرار الاستقرار وكبح سماح الميليشيات وإحداث توازن ما في البلد. سيد حسين، تصريح المسؤولين، بالتالي الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي في هذا الشأن يعني لا أحد يعلمه حتى في بغداد ولا في الإقليم. سيد حسين، هناك مسؤولون في العراق تحدثوا أكثر من مرة عن إخراج القوات الأمريكية من العراق، وتكررت كثيرا مثل هذه التصريحات خلال السنوات الماضية. السؤال هنا، بما تفسر توقيته الآن والعراق يعيش أزمة سياسية؟ هو الحقيقة المطلب قديم، أما توقيته الآن يعني يأتي في إطار الضغوط المتبادلة ما بين الأمريكي والإيراني بشأن التجاذبات في مفاوضات فيينا، وبالتالي كل طرف يحاول أن يوحي بأنه يمسك أوراق في مواجهة الطرف الآخر. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ماذا بقي لها بالعراق؟ 2000 جندي شو راح يسووا في العراق؟ إذا ما قررت يمكن يكونوا عبء على القوات الأمريكية. 2000 جندي في العراق أكثر منهم يعني قوة مواجهة. 2500. نعم سيد حسين، حتى فكرة تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق أنكره المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، وأكد أنه لا يوجد تغيير في عدد قواتهم في العراق. السؤال هنا، هل القوات الأمريكية سيكون لها دور في ظل تأزم الملف النووي الإيراني برأيك؟ أنا كما ذكرت لك قبل قليل، يعني بالتأكيد هم يستخدموا هذه القوات ورقة للضغط و يعني والتلويح بالتهديد. هم يعني يملكوا في المنطقة عشرات القواعد وغير محتاجين لإقامة قاعدة في العراق. يعني هم كل المنطقة تحت أمرتهم قواعد، يعني أكثر من 50,000 أمريكي في محيط المنطقة، في محيط إيران والعراق، وبالتالي 2500 جندي لن يضيفوا شيئا على هذه القوة. لكن هي مسألة مكاثرة، بمعنى أن الولايات المتحدة تود أن تحتفظ ببعض الوجود الخشن في العراق، ومع أنها ممسكة بالوجود الدبلوماسي المرن في كل تل أبيب العراق. يعني الولايات المتحدة هي الممسكة بثروات العراق، وهي الممسكة بالفصل السابع، وهي الممسكة بأموال العراق، وهي الممسكة بكل شيء، وتاركة للبعض الآخر أن يلوح كيفما يشاء، خروج القوات، الهجوم على القوات، مطاردة القوات إلى آخره. حدثنا سيد حسين عن الأزمة السياسية التي يعيشها العراق، وفي نفس الوقت تصرح قيادة العمليات المشتركة بأن قوات التحالف مستمرة بدعم القوات الأمنية. هل هي محاولة لدعم الكاظمي في ظل حالة الانفلات الأمني المتوقع في العراق؟ يعني هو كما تعرف الكاظمي لا يمكن له أن يكون رئيس وزراء دون توافق، دون توافق إيراني أمريكي. أمريكا أعجز من أن تفرض الكاظمي بمفرده. الكاظمي لا يمتلك كتلة برلمانية ولا يمتلك رفيق قوي في الشارع يؤهله لأن يفرض حكومة في البلد، وبالتالي الأمريكان يعني يتشبثون بأي أوراق في العراق لل يعني لاستمرار النفوذ. الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.